بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة محجوب نائب رئيس مجلس مقاطعة كيليز، اليوم تنحضروا هذا العرس بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، النسخة الثانية اللي تديرها جمعية الواد الخير، اللي في الحقيقة جمعية الواد الخير من الجمعيات الرائدين على مستوى جهة مراكش، فيها أشخاص من كل حومة، يعني مغطين الجهة كاملة، دراري في المستوى، دراري ما مبليينش، دراري تيحبوا الخير وعندهم أفكار زوينة، تيجيو عندنا المكاتب وتنسمعو باش يقولوا، تيقلبوا دابا على الشركاء باش يعطيوهم شي أراضي باش يديروا فيها مركز الإيواء للناس اللي في القلعة، الناس اللي في أم زميز، الناس اللي في النواحي، لأن دوك الناس تيتكرفصوا ومحسوا بهم، لأنه تيجي وتيكون با عنده العملية خصو يقعد سيمانة هنا، ما يمكنش يمشي ويرجع، يعني خصو فين يبات. هادي راه واحد المشروع راه دافعينه، تنتمنى كاع الناس اللي تيسيروا في هاد الجهة هادي إلا جات عندهم جمعيات بهاد الخير يخذوا بيدها، لأن جربناها 6 سنين اللي فات وجربناها في هذا العام، راه من الجمعيات الممتازين وجابهم من الله، بدا تيساعدونا وتيعاونونا، وبدا كاع الجمعيات كلهم تاو يحدوا هذه الحدوة تاع الجمعيات الخير، يديروا الخير ويجروا، وسيدي ربي راه غادي يسهل عليهم، وشكرا.